تتواصل الاحتفالات الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش، حيث انطلقت الفعاليات والأنشطة في جميع المحافظات. وتتضمن الفعاليات أنشطة ترفيهية للأطفال وعروضا ثقافية وفلكلورية وألعابا نارية وبازارات لدعم المنتجات المحلية والحرف اليدوية. نهنى طبعا جلالة الملك عبد الله في مناسبة اليوبيل الفضي وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله، ويعني كانت أجواء جميلة واحتفالية جدا رائعة. بنتمنى الأفراح تظلها على طول في ديارنا وفي بلادنا. يشهد الأردن الآن أفراح وطنية عريقة في مناسبة اليوبيل الفضي، هذا كما كان الأردن سوف يبقى كذا الأردن في الأفراح وفي مسيرة جلالة سيدنا في سلطات توليه سلطات الدستوري ومرور 25 عام على سلطاته. نتمنى لجلالة سيدنا التوفيق والسداد في السنوات القادمة. نبارك للشعب الأردني بهذه المناسبة اليوبيل الفضي ومزيد من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة. الفعالية طبعا قمنا احنا صرنا تقريبا اسبوع من بنعمل على التجهيز وتنظيم لهذه الفعالية بمناسبة مرور 25 عام على تولي جلالة الملك سلطات الدستورية، ونتمنى لهذا الوطن الاستقرار ودوام العافية والسعادة بإذن الله تعالى. والله الأجواء بتجنن وبعد الفوز كمان، وإن شاء الله بنتأهل وبننبسط وخلي الأردن كلها تنبسط. هذه الأعراس الأردنية دائما نفتخر بها ونعتز بها ونعتز بالهاشميين اللي رفعوا مستوى الأردن علميا وصحيا واقتصاديا ومعنويا، فهذا فخر إنا ونعتز دائما إحنا في قيادتنا الهاشمية. إحنا هون متواجدين الآن في طفيلة الهاشمية لنحتفي بمناسبة اليوبيل الفضي وتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية 25 عاما من الحب والولاء والانتماء. حبيت أني أحكي هاي القصيدة عن الأردن. يوم استقلالك يا أردن جينا نهنيك، نطلب من الله يحميك، كبار صغار بنفخر فيك، هلا 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 هلا، تحية تحية من كل نشمي ونشمية، من هالعين ومن هالعين كنا في يد سيدة أبو حسين. كل عام والوطن بألف خير، قال سألوني وش يعني أردنية، قلت الألف أصل يشرف، قلت الألف أصل يشرف، ورا راسي مرفوع، ورا راسي مرفوع، ودا داعس اللي عادي، دا داعس اللي عادي، وإنه نشمي ولد نشمية، وإنه نشمي ولد نشمية، واليايف ده ترابك يا وطن، واليايف ده ترابك يا وطن.
إذن يفرح الأردنيون ويحتفلون في مختلف محافظات المملكة. نتجول معكم اليوم لننقل لكم هذه المشاهد الاحتفالية من كافة المحافظات، وينضم إلينا مراسلون عنود رشيدات من متحف الدبابات ومعاذ الحنيطي من المدرج الروماني وأسامة العدوان من مادبا. أبدأ معك عنود لنقل هذه الصورة مباشرة من المتحف. نعم غادة، شهدت السنوات 25 الأولى من هذا القرن نقلة نوعية في مسار الدولة الحديثة، وكان هنالك كذلك تحولات مفصلية في المسارات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية من العام 1999 كان يمشي على نهج واحد، وهو الحفاظ على القيم والتقاليد التي تأسست عليها الدولة الأردنية، وكذلك كان دائم الحرص على الانفتاح وعلى التجديد في هذا العصر الحديث. كما تحدثني، نحن مستمرون منذ يوم أمس بتغطية الأجواء الاحتفالية في كافة أرجاء المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لسلطاته الدستورية وجلوسه على العرش. نحن الآن تواجد في متحف الدبابات الملكي، وهو أحد المحطات الرئيسية التي يوجد بها برنامج احتفالي للعائلات وللأطفال. كما سيرصد لكم الزميل دحام، يعني وكما تشاهدون في الصورة من خلفي، هناك أعداد كبيرة من المواطنين جاءوا اليوم للاحتفال بهذا البرنامج الاحتفالي. هناك عدد من الفعاليات وعدد من الأنشطة والعروض الغنائية والشعبية التي تقام هنا منذ يوم أمس واليوم من العاشرة صباحا، وستستمر حتى العاشرة مساء. سيكون هناك بعد قليل عرض حي للدبابات بعنوان 25 عاما من التطور. سيكون هناك عرض للآليات المدرعة وللدبابات التي خدمت في القوات المسلحة الأردنية، وستروي قصة لهذه الآليات المدرعة وهذه الدبابات التي خدمت منذ تأسيس الجيش العربي، منذ الثورة العربية الكبرى وعقب تسلم كذلك جلالة الملك سلطاته الدستورية حتى يومنا هذا. سيكون هناك كذلك مجموعة من العروض الغنائية والفنية التي سيشهدها المتحف. وعلى الرغم غدا من ارتفاع درجات الحرارة والجو المرتفع حرارته هنا، إلا أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين بدأوا يتوافدون قبل ساعة من الآن إلى المتحف للاستمتاع بهذه الأنشطة والفعاليات التي جهزت للاحتفال باليوبيل الفضي ولتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية. نعم عنود، نشاهد معك هذه اللقطات. إذن كما تابعنا بالأمس، هناك توافد واضح من قبل العائلة الأردنية إلى متحف الدبابات، وهذا الغرض يأتي للاحتفالات وكذلك البرامج المتنوعة التي يضمها. نتابع أيضا وإلى المدرج الروماني لينضم إلينا معاذ الحنيطي من هناك كذلك. ما زالت هذه الأجواء الاحتفالية طاغية معاذ، ولكن نشاهد أيضا توافدا أكبر لربما لديك. نعم بالفعل غدا، قبل قليل بدأ توافد المواطنين هنا إلى منطقة المدرج الروماني في ظل ما تشهده من احتفالات في اليوبيل الفضي لجلالة لعيد الجلوس لجلالة الملك عبد الله الثاني، لا سيما مع انكسار حدة الشمس ودرجة الحرارة وبدء دخول وقت المغرب هنا في عمان. يعني كما يستعرض لنا زميلنا عبد الله، يتم الآن توافد المواطنين بشكل أكبر يتم توافد المواطنين بشكل أكبر الآن إلى المكان، خصوصا بعد يعني كما قلت لك انكسار حدة الشمس. إذا ما تحدثنا عن البرنامج هنا، نتحدث عن البرنامج هنا، يعني هناك عدد من
من الساحات التي تحوي الفعاليات. هنا يتم تقديم الهدايا للأطفال بعد مشاركتهم بألعاب تنافسية كما تظهر الكاميرا. أيضا هناك رسم على الوجوه، يتم رسم الأعلام الأردنية والشعارات التي تمثل اليوبيل الفضي. وأيضا يعني في تمام الساعة 7 سينتقل المواطنين من هنا إلى داخل المدرج الروماني، وستكون هناك حفلة للفنان الأردني حسين السلمان واستعراض لفرقة أمانة عمان للدبكات والفنون الشعبية. عدد من البرامج والفعاليات التي تعرض هنا في منطقة المدرج الروماني، وبدأ التوافد الكبير للمواطنين مع ساعات المغرب حاليا. طبعا أيضا هناك عدد من المحلات التي تقوم أو الأكشاك هنا التي تقوم ببيع المنتجات المحلية واليدوية لدعم هذه الصناعات وهذا القطاع المحلي. أيضا هناك عدد من الفعاليات، يتم تقديم عدد من يعني من الفعاليات من قبل الفرق الموسيقية ومن قبل بعض فرق الفنون الشعبية والرقصات الفولكلورية. كل هذا يتم هنا في مختلف مناطق الساحة الهاشمية أو منطقة المدرج الروماني، والدخول مجاني إلى هذه المرافق، ويتم توزيع الأعلام الأردنية وأعلام اليوبيل الفضي، وكذلك يتم توزيع أيضا التيشيرتات التي تحمل شعار اليوبيل، وأيضا قبعات الرأس. أجواء يعني أجواء فرح وأجواء سعادة غامرة هنا على وجوه الأطفال والعائلات الأردنية، لا سيما وأن أغلب الدخول إلى هنا هو للعائلات الأردنية. أيضا نتحدث عن وجود أمني كثيف على الأبواب لضبط دخول العائلات إلى هنا والحفاظ على الأمن والسلامة داخل المنطقة. وأيضا هناك تواجد لسيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني في حال وقوع أي إصابات، إضافة إلى التواجد كثيف لإدارة السير في منطقة البلد، لا سيما وأنها منطقة عادة ما تشهد ازدحامات، لا سيما في ظل أيضا توافد كبير للمواطنين على هذه الاحتفالات. نعم، شكرا لك معاد، سنعود إليك مجددا، ولكن أتوجه مباشرة إلى أسامة في مادبة ينقل لنا الصورة أيضا من هناك. نعم غادة، كما تحدثتي تستمر الفعاليات وتستمر الاحتفالات الوطنية والاحتفالات الشعبية في محافظة مادبة في ملعب ومدرسة عماد الدين زنكي. هذه الفعاليات الوطنية مستمرة منذ مساء يوم أمس ومنذ صباح هذا اليوم مستمرة حتى هذه اللحظة. هذه الفعاليات تشمل العديد من العروض للأطفال، وتشمل العديد من الرسومات على وجوه الأطفال، وتشمل العديد من البرامج والفعاليات للأطفال ولأهالي المنطقة ولأهالي المحافظة. هذه الفعاليات مستمرة حتى مساء هذا اليوم، وهذه الفعاليات بالتزامن مع ذكرى تسلم سلطاته، ذكرى تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية واليوبيل الفضي. للحديث أكثر حول هذه الفعاليات معنا هنا مساعد محافظ مادبة ركان العدوان، يطلعنا أكثر حول هذه البرامج وحول هذه الفعاليات وحول استمراريتها. يعطيك العافية وجهود مشكورة عطوفتك. نتحدث أكثر عن هذه البرامج ونتحدث أكثر عن الجمهور المستهدف. نعم، أهلا وسهلا بتلفزيون المملكة، سعيدين جدا بتواجدكم في ملعب مدرسة عماد الدين زنكي، حيث انطلقت فعاليات احتفالات المملكة بمناسبة يوم الاستقلال المملكة ويوم اليوبيل الفضي وتولي سلطات الدستورية جلالة الملك عبد الله الثاني حفظ الله ورعاه، حيث بدأت فعاليات هذا المهرجان الاحتفال الكبير من مساء أمس حتى الساعة 10 مساء، واختتمت وصباح اليوم الساعة 10 بدأت فعاليات البازارات المتناثرة على أطراف الملعب من تراث شعبي ومطرزات تراثية منذ زمن بعيد ظهرت في هذه المناسبة السعيدة، وحيث بدأت الفعاليات الفولكلورية بالإضافة إلى الأغاني التراثية والشعبية والفرق المتنوعة، وهناك مجموعة من الفنانين الأردنيين المعروفين يغنون لهذه المناسبة من الساعة 7 مساء حتى الساعة 10 مساء. وستختم الفعاليات هذه الليلة إن شاء الله بالألعاب النارية المعبرة عن فرحة المملكة الأردنية الهاشمية بهذه المناسبة الطيبة على كل قلوب كل أردني. ونتمنى
دائما أن يكون هناك ازدهار وتفوق وتقدم للمملكة الأردنية الهاشمية. حفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم والعائلة الهاشمية كاملة بالإضافة إلى الشعب الأردني، وأدام الله الأمن والأمان على هذه المملكة الأردنية الهاشمية، وكل عام وأنتم بألف خير. إذن غادة نعم من محافظة مادبة، هذه المحافظة التي حظيت باهتمام ملكي على مدار 25 سنة الماضية ومنذ تسلمه لسلطاته الدستورية عام 99. هذه المحافظة التي حظيت بالعديد من الزيارات الملكية، التي حظيت بتوجيهات ملكية للحكومات السابقة والمتعاقبة للاهتمام بالقطاعات التي تتميز بها محافظة مادبة خلال 25 سنة الماضية. هذه المحافظة لها طابع سياسي خاص كموقع جبل نبو وموقع مكاور السياحي. هذه المحافظة لها حالة من الوئام الديني تعيشه هذه المحافظة. هناك اهتمام ملكي واضح برز في القطاع الصحي، في تطوير عدد من المراكز الصحية خلال 25 سنة الماضية. هناك تطور واهتمام ملكي واضح كان في قطاع التعليم والمدن الصناعية، أكبر مدينة صناعية تم افتتاحها في هذه المحافظة. إذن هذه المحافظة شهدت العديد من التطورات والعديد من التقدم في القطاع السياحي، في القطاع الطبي، في القطاع التعليمي خلال 25 سنة الماضية. الفعاليات كما تحدثنا مستمرة ومتواصلة، الفعاليات مستمرة حتى مساء هذه الليلة. الفعاليات من قبل أهالي محافظة مادبة تشمل العديد من الفعاليات الوطنية والشعبية والبازارات التراثية والمنتجات الوطنية التي تنتجها أهالي ومجتمع مادبة في هذه الأثناء مشاركة في هذا الفعالية، مشاركين ويعبرون عن حالة من الفرح وحالة من الارتياح والالتفاف حول القيادة الهاشمية خلال 25 سنة الماضية التي قادت هذه البلد والأردن خلال 25 سنة الماضية إلى بر الأمان والاستقرار والازدهار. نعم أسامة ابقى معنا، سنعود إليك مجددا، ولكن الآن أتوجه من جديد إلى عنود. نعلم الآن أن الكثير من العائلات الأردنية ما زالت تتوافد إلى أماكن الاحتفالات. حدثينا عنود عن المكان لديك لدى متحف الدبابات، ما هو موجود داخليا وخارجيا، المساحة وسعتها لاستقبال المزيد من الجماهير. شاهدنا ما بين الصورة بالأمس وما بين الصورة اليوم في تواجدك هناك. نعم غادة، 25 عاما من التطور هو عنوان الاستعراض الحي للدبابات الذي سينطلق في تمام الساعة 6:30 هنا في متحف الدبابات الملكي، والذي يعد جزءا من برنامج احتفالي كبير كان قد أعد لهذه المناسبة، مناسبة اليوبيل الفضي وتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لسلطاته الدستورية وجلوسه على العرش. كما يرصد لكم زميل دحام، الآن هناك أعداد كبيرة من المواطنين جاءت اليوم إلى متحف الدبابات الملكي للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، وكذلك للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الترفيهية والفنية والعائلية التي خصصت احتفالا بهذه المناسبة. كما ذكرت في تمام الساعة 6:30 سيكون هناك استعراض حي للآليات المدرعة والدبابات التي دخلت الخدمة في القوات المسلحة الأردنية، وسيكون هناك استعراض بارز للآليات المدرعة والدبابات التي دخلت للخدمة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وعلى الرغم من ذلك العائلات الأردنية والأطفال الشباب الصغار والكبار جاءوا اليوم للاستمتاع بهذه الأجواء الاحتفالية، للاحتفال وللتغني بمليكهم أبا الحسين بمناسبة اليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على تسلم سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش. نعم عنود، هل نتحدث عن فعاليات داخلية وخارجية إذن؟ نعم عنود، هل ما زلت معنا؟
نتوجه إلى المدرج الروماني مع معاذ من جديد. معاذ، إذن فيما يتعلق بالخطة التي تحدثت عنها، جهوزية الأمنية وكذلك المرورية، فالمدرج الروماني أيضا يقع في منطقة محاطة، هذه التجهيزات والترتيبات تحدثت عنها بنبذة، وإذا كان لك أن تزيد التفاصيل فيما يتعلق بهذه الترتيبات بالحيثية، خاصة وأن التوافد من قبل المواطنين يزداد مع أوقات الغروب. نعم، بالفعل غادة، يعني بدأ الازدحام يبج هنا في الساحة المقابلة للمدرج الروماني كما سيعرض لكم زميلي عبد الله، مع توافد العائلات الأردنية هنا إلى هذا المكان للاحتفال باليوبيل الفضي وعيد الجلوس الملكي لجلالة الملك عبد الله الثاني. كما تشاهدين هناك ازدحام من قبل العائلات الأردنية، لا سيما في الساحة الخارجية هنا أمام المدرج الروماني التي تشهد عدد من المعارض يعني وعدد من أكشاك الألعاب التنافسية للأطفال وتوزيع الهدايا بعد المشاركة في هذه الألعاب، وأيضا في أكشاك الرسم على وجوه الأطفال، وكذلك التجوال هنا في هذه المنطقة الأثرية في السوق، يعني سوق صغير هنا أنشئ للمنتجات المحلية كما قلت لك واليدوية لدعم هذا القطاع. نتحدث أيضا عن، كنت قد سألت عن الخطة الأمنية، هناك تواجد كبير لقوات الأمن، سيقوم الآن زميلي عبد الله بعرض بعض التواجد الأمني هنا في المكان. هناك وجود لقوات الدرك وللشرطة ولإدارة السير وأيضا كوادر أمانة عمان الكبرى. نتحدث أيضا عن الشارع الرئيسي وهو في منطقة قعر المدينة أو وسط البلد، هذه المنطقة التي تشهد عادة يعني ازدحامات مرورية، هناك خطة أمنية أعلنت من قبل إدارة السير للحفاظ على انسيابية المرور، هناك تواجد كبير لإدارات السير. أما هنا في داخل الساحة الهاشمية والمدرج الروماني هناك تواجد لجميع قوات الأمن بمختلف صنوفها، وأيضا حتى للدفاع المدني وأفرقة الإسعاف والطوارئ للتعامل مع أي حدث قد يحدث. أيضا نتحدث عن وجود بعض الفرق هنا التي تقدم بعض الرقصات وبعض المعزوفات الموسيقية احتفالا باليوبيل، كما قلت لك أيضا بعد قليل بحدود الساعة 7 سينتقل الناس إلى داخل المدرج الروماني، سيكون هناك حفل فني للفنان الأردني حسين السلمان، وأيضا عدد من الرقصات والدبكات الفولكلورية التي ستقدمها فرقة أمانة عمان للفنون الشعبية داخل المدرج الروماني. أشكرك كل الشكر معاذ. نتوجه الآن إلى الكرك وإلى عبيدة ضمور ليطلعنا أيضا على الترتيبات من هناك. أهلا بك عبيدة، نتابع معك. نعم غادة، بالنسبة للكرك فهي تعيش نفس الأجواء التي تمر على المملكة الأردنية الهاشمية من أجواء الفرح والبهجة احتفاء باليوبيل الفضي وما له من انعكاس في صدور أبناء الأردن وما له من مكانة أيضا في مثل هذا الوقت، وأيضا الاحتفالات التي تعم كافة الأرجاء من المملكة، هذه الاحتفالات والاستمرارية بها منذ يوم الأمس حتى اليوم تعكس مدى وصدق يعني المحبة لهذا الحدث وللمناسبات الوطنية ولجلالة القائد، وأيضا يؤكد فيها أبناء الأردن حبهم وحرصهم على يعني استقبال هذا اليوم وهذا التاريخ الذي يشكل لهم مكانة ووفاء بالنسبة لهم وبالنسبة لقيادتهم وبالنسبة للوطن. هنالك يعني كما نشاهد في هذه اللحظات مجموعة من الفعاليات، حيث نعانق الآن قلعة الكرك ونتواجد في ساحة القلعة التي تقام بها هذه الفعالية، والآن ما هو مخصص من هذه الفعالية هي فقرات تتعلق في الأطفال، وأيضا يعني الجانب آخر يتعلق بالأمور التراثية من بازارات وأيضا
فرقة موسيقية ستقدم يعني المجموعة من المعزوفات والمقطوعات خلال فترة الاحتفال الذي يعني سيشهد في الساعات القادمة، توافدا أكبر بالنسبة للمواطنين وأيضا بالنسبة قد كما هو الحال وكما هو معروف أن ارتفاع درجات الحرارة قد كان له أثر في وصول الأعداد بشكل كبير إلى هذا الموقع، ولكن الجوانب المرتبطة هنا وما فيها من رمزية هي تأتي من باب يعني التحية لقائد البلاد وأيضا التأكيد على الدور الكبير لجلالة الملك في خدمة ورفعة ونهضة المملكة الأردنية الهاشمية عبر 25 عام هذه الأعوام المديدة، والتي تكللت أيضا بنجاحات وضعت الأردن في مصاف الدول المتقدمة وعلى الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكل هذه الجوانب التي يفاخر بها أبناء الأردن دول العالم. يأتي هذا اليوم وتأتي هذه الاحتفالات يعني تأكيدا على هذه الجهود المستمرة لجلالة الملك وما له من مواقف خاصة في القضايا الحساسة والمصيرية وذات الارتباط بقضايا الأمة كالقضية الفلسطينية والموقف الأردني الثابت تجاه هذه القضية، وأيضا الدور الكبير لجلالة الملك خاصة في الأحداث التي تمر على قطاع غزة والحرب المستمرة. أيضا هنالك يعني تحية كبيرة من أبناء الكرك في هذه المناسبة الكبيرة والتي يعني يحتفلون بها سواء في هذا الموقع أو حتى يعني في خارج هذا الموقع. نشاهد سلسلة كبيرة من الاستعدادات التي شهدتها محافظة الكرك على صعيد الخطة الأمنية والحركة المرورية وجانب الترتيبات المرتبطة بهذه الاحتفالية التي يقدم بها أبناء الأردن ويشاطر بها أبناء الأردن سائر المحافظات الأردنية في التحية. وأيضا يعني هذا اليوم الوطني منذ تسلم جلالة الملك لسلطاته الدستورية في المقام الأول واستمرار هذا العهد الميمون بالنسبة لأبناء الأردن، وهي تأتي غدا أولا وأخيرا بمثابة رسالة يقدمها أبناء الأردن من خلال هذه الفعاليات في محافظة الكرك أو في سائر المحافظات، أن العهد الأردني باق ولم ينقطع وأن الرسالة الأردنية باقية وأن الموقف الأردني الشعبي تجاه القيادة الهاشمية هو موقف متجذر وموقف أصيل وموقف لن يتغير، وهي علاقة تشاركية يسعد بها أبناء الأردن في سائر المحافظات وعلى امتداد الوطن غادة. نعم، شكرا جزيلا لكم عبيد ضمور من الكرك وأسامة العدوان من مادبة ومعد الحنيطي من المدرج الروماني وكذلك عنود رشيدات من متحف الدبابات في عمان. هذا وأعلنت إدارة السير تفاصيل الخطة المرورية والإغلاقات والتحويلات التي سترافق فعاليات اليوبيل الفضي المقرر إقامتها الأحد، وتشمل الخطة نشر أعداد كبيرة من رقباء السير والدوريات المرورية للدلالة والإرشاد ومساعدة المواطنين. الخطة المرورية حددت أماكن وساحات تم تجهيزها لاصطفاف مركبات الراغبين بمتابعة الموكب الملكي والمشاركة بالفعاليات الوطنية، وكانت إدارة السير قد دعت الجميع إلى التقيد بإرشادات وتعليمات رقباء السير المنتشرين على الطرق لتقديم الخدمة لهم وتسهيل تحركاتهم.
السادسة مستمرة وفيها بعد الفاصل. سعر جرام الذهب ينخفض دينارا ونصف محليا، وسعر الأونصة يبلغ 2293 دولارا في السوق العالمية. إلى الحالة الجوية، حيث تكون الأجواء خلال ساعات المساء لطيفة في مختلف المناطق، ومن المتوقع أن تنحسر الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة غدا الأحد، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح قريبة من معدلاتها، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في مختلف المناطق. تفاصيل أكثر يطلعنا عليها من عمان المستشار الجوي في طقس العرب الدكتور جمال الموسى. دكتور جمال، أهلا وسهلا بك. إذن هل نتحدث عن انتهاء هذه الموجة حتى الآن والمتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة؟ مساء الخير لحضرتك، مساء الخير لجميع المشاهدين. فعلا الكتلة الهوائية الحارة ستتراجع غدا، وبالتالي ستنحسر الموجة الحارة التي أثرت على المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي يطرأ انخفاض واضح ملموس على درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين. يوم الأحد بتكون الأجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل، درجات الحرارة حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل، درجة إلى درجتين، لكن يوم الاثنين بتكون أقل من المعدل، أجواء معتدلة في النهار أيضا لطيفة بالليل، وأيضا بتعود يعني أحد اثنين ثلاثة تقريبا إلى حول معدلاتها، أو الأحد والثلاثة أعلى من المعدل بقليل، لكن يوم الاثنين أقل من المعدل بقليل، ولكن تعود الثلاثاء الأربعاء إن شاء الله وترتفع درجات الحرارة مرة أخرى، تصبح الأجواء يوم الأربعاء 33-34 حارة نسبيا، لكن اعتبارا من الخميس في عندنا موجة حارة جديدة وارتفاع واضح على درجات الحرارة الخميس والجمعة والسبت وأيام العيد، وبالتالي يعني بس في عندنا ثلاث أيام درجات الحرارة قريبة من معدلاتها اللي هي الأحد والاثنين والثلاثاء، لكن من الأربعاء تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مرة أخرى، لكن الحمد لله هاي الموج اللي أثرت علينا خلال الأيام الماضية ستتراجع وتنحسر هذه الموج الحارة يوم غد الأحد بإذن الله. لكن الأحد والاثنين في عنا رياح شمالية غربية نشطة خاصة في فترة ما بعد الظهر، قد تثير بعض الغبار والأتربة، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا ولفترة وجيزة. هذه هي الأوضاع الجوية المتوقعة. نعم دكتور جمال، إذا نتحدث عن موجة جديدة في عطلة نهاية الأسبوع المقبل وعلى مشارف العيد، هل نعلم إلى متى تستمر هذه الموجة أم من المبكر الحكم في ذلك؟ يعني ستستمر تقريبا حتى 19/6، لكن بعد 19/6 تخف قليلا، لكن بعد 19/6 تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها أيضا، فهي موجة تقريبا طويلة ومن حيث المدة الزمنية ومتوسطة من حيث درجات الحرارة. نعم، هل ما زلنا نتعامل إذن الآن مع بكون هذه موجات عابرة، أم أن هذه السمة التي ستكون من الآن فصاعدا ما يطغى على فصل الصيف في الأردن؟ هذه الصفة التي ستطغى مش بس على الأجواء في الأردن، على الأجواء في المنطقة وفي الكرة الأرضية. نشهد هذا العام موجات حارة كثيرة في أجزاء كثيرة من العالم أيضا، لأنه دائما السنة التي تلي النينو بتكون أيضا درجات الحرارة عالية، بالإضافة إلى أيضا زيادة الانبعاث الغازات الدفيئة وزيادة تركيزها في الغلاف الجوي، وهناك ارتفاع واضح في درجات الحرارة، هناك تغيرات مناخية، والسمة الجديدة للأجواء في العالم كله هي موجات حارة وأيضا أحيانا فيضانات وأحيانا عواصف ترابية ورعدية وأعاصير، وبالتالي في تغيرات مناخية واضحة، هذا ستؤثر في الأجواء في الأحوال الجوية في كثير من البلدان، وحدث هذا العام، حدث العام الماضي وحدث هذا العام أيضا في بداية أول 5-6 شهور من هذا العام، ومتوقع أيضا أن تستمر درجات الحرارة.
في حين أنه أيضا بنلاحظ أنه أحمى 9 سنوات هي كانت من 2015 حتى 2023، وسجلت 2023 تقريبا أحمى درجات حرارة وأعلى زيادة في درجات الحرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، واقتربت الزيادة من درجة ونص اللي هو الحد اللي وضعه مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، وهذا ينذر بأن هناك أنماط طقس متطرفة ستجتاح أجزاء كبيرة من العالم. نعم، إذا نتحدث عن انتهاء هذه الموجة حاليا ووصول الطقس إلى درجات لطيفة ومعتدلة ما بعدها، وهل ينطبق ذلك أيضا على المناطق الأكثر حرارة كالبحر الميت والأغوار؟ البحر الميت والأغوار هي بطبيعتها معدلات درجات الحرارة عالية بالصيف وفي أشهر الصيف، ولكن بتبقى في الموجات الحارة أحمى قليلا. يعني اليوم العقبة وصلت لحدود 44، مناطق كثيرة من الأغوار كانت في بداية الأربعينات، في كثير من المناطق مناطق البادية أيضا اقتربت من الأربعينات، أيضا عمان وكثير من المناطق كانت بحدود أكثر من 35 إلى 37 38 درجة. فإذا في هناك ارتفاع واضح في درجات الحرارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح. نعم، أشكرك كل الشكر المستشار الجوي في طقس العرب دكتور جمال الموسى. انخفض سعر جرام الذهب اليوم دينارا ونصف الدينار مقارنة بتسعيرة الخميس الماضي، وفق رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات التجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان. وأضاف علان في تصريح للمملكة أن سعر الأونصة انخفض 100 دولار، حيث أغلق السوق العالمي عند 2293 دولارا للأونصة، مما انعكس على السوق المحلي بمقدار دينار ونصف الدينار. ولفت إلى أن سعر جرام 21 بلغ عند 46 دينارا ونصف لغايات الشراء من محلات الصاغة. بقيمة دينار ونصف الدينار انخفض الجرام الواحد للمعدن الأصفر بحسب نشرة النقابة العامة لأصحاب محل التجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، إذ سجل الجرام الواحد من الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً بين الأردنيين، ما قيمته 46 ديناراً ونصف الدينار لغايات الشراء من محل الصاغة. رئيس النقابة العامة لأصحاب محل تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أشار بتصريح له أن سعر الأونصة انخفض 100 دولار خلال تعاملات الجمعة، حيث أغلق السوق العالمي عند 2293 دولارا للأونصة، مما انعكس على السوق المحلي. كما وبلغ سعر بيع الجرام الواحد من الذهب عيار 24 ما قيمته 54 دينارا، ولعيار 18 بلغ الجرام الواحد من الذهب 41 دينارا ونصف الدينار. أما الليرة الرشادية فبلغت قيمتها 329 دينارا، والليرة الإنجليزية 375 دينارا. قيمة انخفاض أسعار الذهب وصفته نقابة الحلي والمجوهرات بالكبير، كونه جاء خلال يوم واحد، مرجعة الأسباب لتوقف البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب لفترة محدودة، إضافة لبيانات اقتصادية أمريكية مشجعة للدولار. وتأمل النقابة أن يشهد السوق المحلي للذهب حركة تجارية نشطة. قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية ناطق باسمها حسين هلالات إن الحجوزات الأولية المرتبطة بإجازة عيد الأضحى المبارك تشير لوصول نسب إشغال فنادق العقبة فئة 5 نجوم ل 88% وال4 نجوم ل 85% وال3 نجوم ل 80%. وأضاف هلالات في تصريح للمملكة أن هذه النسب قابلة للتغيير، مشيرا إلى أن فنادق البحر الميت فئة 5 نجوم يتوقع أن تصل نسب الإشغال فيها في فترة العيد ل 60% وال4 نجوم ل 35%. وفيما يخص فنادق العاصمة عمان قال هلالات أن فئة 5 نجوم نسب الإشغال فيها بلغت 52% وال4 نجوم 34% خلال العيد.
أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخلايلة وصول ما يزيد عن 5000 حاج إلى المدينة المنورة، وأشار خلال تفقده أماكن سكن الحجاج الأردنيين في المدينة إلى اكتمال وصول جميع القوافل الخاصة بالحجيج إلى المدينة المنورة المحطة الأولى وفق برنامج الحج المقرر من قبل الوزارة استعدادا لتفويجهم إلى مكة المكرمة. وكان الخلايلة أكد أن اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة سيكون الاثنين المقبل. من المدينة المنورة ينضم إلينا موفد المملكة للحج محمد الدويرج. محمد أهلا بك، إذا نتابع معك سير الحجيج الآن في تفويج الحجاج إلى مكة. نحن الآن رفقة البعثة الإعلامية المرافقة لوزارة الأوقاف إضافة إلى بعثة دائرة الإفتاء الأردنية، يعني انطلقنا برفقة القوافل والحافلات التي تحركت من المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة. نحن تحديدا يعني الآن في منتصف الطريق ما بين المدينة وما بين مكة. عمليات التفويج يعني وفقا لما تم الحديث عنه سابقا في رسائل سابقة كانت قد بدأت صبيحة يوم أمس الجمعة وهي مستمرة وصولا ل يعني منتصف لربما الأسبوع الذي نحن يعني فيه الآن، وعمليات التفويج تجري بكل سلاسة. لم نسجل يعني أي ملاحظة، لم تردنا أي ملاحظة، لم تصرح وزارة الأوقاف عن وجود أي شائبة يعني شابك عمليات التفويج، ويردنا من أي من الحجاج الذين يعني هم الآن البعض منهم في المدينة والآخرون لربما على الطريق. وهناك يعني دفعات كانت قد وصلت مساء يوم أمس الجمعة، ومن المفترض أنها أدت يعني شعيرة العمرة تمتعا إلى الحج. هذه يعني بشكل عام هي الآن حالة عمليات التفويج. وزير الأوقاف كان قد غادر يعني المدينة المنورة يوم أمس مساء و التحق بالبعثة الأردنية الموجودة في مكة المكرمة الآن، وإضافة لذلك فكانت يعني من أوائل البعثات التي تحركت من المدينة إلى مكة هي البعثة الطبية، والتي يعني كان لها دور في تجهيز وإعداد العيادات التي يعني هي موجودة هناك في مناطق السكن المخصصة لبعثة الحج الأردنية لهذا العام، يعني الفنادق والمباني التي تؤوي الحجاج لهذا العام هي متجاورة، وهناك يعني عيادتين وفقا لما تم إبلاغنا من قبل وزارة الأوقاف مجهزة بكافة المستلزمات والمعدات اللازمة لتقديم الخدمة الصحية والرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام من بعثة الحج الأردنية وأيضا من حجاج فلسطين والداخل الفلسطيني. نعم، إذن هذه الخدمات مجهزة وباستقبال الحجاج. وضع الحجاج بشكل عام خاصة عندما نتحدث عن درجات الحرارة المرتفعة خلال هذه الأيام القليلة الماضية واستمرارا حتى اليوم، يعني هي درجات الحرارة وفقا لما يعني استمعنا إليه من قبل السكان المحليين هنا في المدينة وفي غيرها من المناطق هي غير اعتيادية في مثل هذه الوقت، لكن بشكل عام فإن الحاج والقادم إلى الديار السعودية وإلى الديار المقدسة سيكون قد وضع في حسبانه معلومة أن درجات الحرارة بشكل عام في مثل هذه الأوقات هي حارة وحارة جدا في بعض الأيام، وهو شيء معتاد في نعم، ولكن صحيا محمد خاصة لكبار السن. نعم 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 نعم، وكان هناك يعني كان هناك توجيهات من قبل وزارة الأوقاف والفرق الصحية المرافقة لها في البعثة للحج الطبية منذ قبل الانطلاق إلى الديار المقدسة، وكان هناك توجيهات للجميع وبالأخص كبار السن لضرورة اتخاذ يعني سبل الوقاية والرعاية اللازمة للوقاية من حدوث لا سمح الله إجهادات حرارية أو ضربات شمسية. وفقا لما يعني تحدث به الوزير وغيره من الفرق المرافقة لم تسجل أي حالة صحية مرتبطة، يعني لم يكن هناك أي مشكلة صحية واجهت أي من الحجاج نتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة في منطقة المدينة، ولغاية اللحظة يعني الحالة الصحية بشكل عام هي ممتازة عند الجميع. كان هناك حديث عن حالة واحدة أدخلت يوم أمس أو يوم قبل أمس
إلى المستشفى، وكانت ما زالت لغاية اليوم في المستشفى ويتم متابعتها من قبل كوادر وزارة الأوقاف وبعثة الحج، والعمل جاري يعني وسعي حثيث من أجل الخروج بموفور الصحة واستكمال شعيرة الحج بالنسبة إليه. يعني هذه هي دليل أنها هي حالة واحدة فقط في المستشفى، دليل على أن الجميع كان يعني في أفضل حال وكان مستعدا لدرجات الحرارة التي كان يعني هناك حديث يسبق قدوم هذه البعثات إلى المملكة العربية السعودية. نعم، إذن الآن ما ينتظركم خلال الأيام المقبلة وخاصة يوم غد سير هذه القوافل، خاصة في ظل وجود هذه السلاسة وتسيير هذه الإجراءات كما هو مطلوب؟ نعم صحيح، هو فقط الآن نحن يعني عمليات تفويج باتجاه مكة المكرمة، الجميع يقوم بتأدية شعيرة العمرة تمتعا إلى الحج، يعني سيستقرون في فنادقهم، يؤدون صلواتهم في الحرم المكي وفي غيره من يعني المواقع داخل مكة المكرمة بانتظار يوم التروية الذي من المفترض أن يكون يوم الجمعة المقبل وفقا لما تم إعلان عنه بدخول يعني الأول من ذي الحجة، وقد كانت أعلنت يعني المملكة العربية السعودية عن ذلك التاريخ، سيكون يعني يوم عرفة يوم السبت، وأول أيام عيد الأضحى المبارك وهو يوم العيد يوم النحر سيكون يوم الأحد. فهم من الآن يعني بعد الانتهاء والراحة، ربما من الممكن أن نقول الراحة في ما بعد شعيرة العمرة، سيكونون بانتظار تأدية شعائر الحج وبما فيها من مشقة. فالآن يعني بحسب ما كانت الكوادر تدعو وتبلغ يعني جميع من هم موجودون في هذه البعثة بضرورة أخذ القسط الكافي من الراحة استعدادا للشعيرة الأكبر والحج الأكبر والوقوف بعرفة بداية الأسبوع المقبل. شكرا جزيلا لك موفد المملكة للحج محمد دويرج، كنت معنا من المدينة المنورة. إذن السادسة مستمرة معكم ولكن بعد هذا الفاصل القصير. ضبطت مؤسسة الغذاء والدواء 120 طن من لحم التونة المجمد منتهي الصلاحية معد لغاية التعليف في إحدى المنشآت الغذائية. وأكد نزار مهيدات أن الجهود الرقابية الاستباقية حالت دون وصول المنتج للأسواق، مبينا أن المؤسسة باشرت بإجراءات إتلاف كامل الكمية المضبوطة حيث تم التحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول وتحويل المنشأة صاحبة العلاقة إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها، مشددا على أن الجولات الرقابية التي تنفذها المؤسسة مستمرة على المنشآت الغذائية على اختلاف أنشطتها وعلى امتداد محافظات المملكة مع اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين. انخفضت قيمة الأجهزة الخلوية المستوردة خلال 5 أشهر من العام الحالي بنحو 7.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023. وبحسب جمعية الرؤية لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، فإن قيمة الأجهزة بلغت 61 مليون دينار مقابل 66 مليون دينار مقارنة بين الفترتين. أما الآن فنترككم مع جملة من الصور والمشاهد الأتية من مختلف أنحاء العالم.
في ختام السادسة تذكير بالعناوين. عشية الفعالية الرئيسية بمناسبة اليوبيل الفضي، الأنشطة تعم المحافظات وإدارة السير تحدد خطة مرورية لتأمين الاحتفالات. على بعد أيام من عيد الأضحى، مؤشرات حجوزات الفنادق ترتفع وإشغال فئة الخمس نجوم في العقبة تقارب 90%. 5000 حاج أردني يحطون الرحال في المدينة المنورة، وتفويجهم إلى مكة المكرمة مستمر حتى مساء الاثنين. بعد أن سيطرت الأجواء الحارة على الأيام الأخيرة، الكتلة الهوائية تبدأ بالانحسار ودرجات الحرارة تعود لمعدلاتها الاعتيادية مطلع الأسبوع.